بسم الله الرحمن الرحيم. ويلكم فور ذا بيبل وانت تو جوين ذيس وركشوب. ات از ان انجلش بت ان ذيس اناونسمنت اي ويل اكسبلين ذا عربيك بارت. أرحب بجميع من يشاهد أو يكون معنا في ورشة العمل. التي هي بعنوان هاشتاج ناس فور سي. إن from nursery تمريض و A is apprentice which is تدرج وظيفي. أو التدريب للعمل. والإس إس إز ستدي وكلنا يعرف ستدي أي الدراسة. أما فور سي سي is care عناية وسي أخرى curriculum أي منهج المنهج للتدريس وكول سنتر سي سي معروفة للجميع بالإنجليزي وبالعربي call center. So we have 4C care curriculum call center. ننتقل إلى الشريحة التالية. Quickly in English nursery apprentice study. Covers researching or registration, filing, and community. In this slide, after registration, we'll have the community growth by category. بعد التسجيل سوف يكون لدينا أعداد المسجلين بالتصنيف ويكون التصنيف للدكاترة ثم الممرضات أو من يعمل في قسم التمريض الممرضات من النساء ثم لدينا شريحتين أخرى باقي المجتمع من يتلقى أو يدرس في المستويات الأربعة. ننتقل إلى الشريحة التالية. This slide is about the curriculum. So our curriculum is four. We have the first one or second grade
which is the basic. It has two star because the total star are 8. So when you finish this, it's like you enlight 2 star. And it is the basic. It's good for age starting 10 grade. ten years old. فهذا مستوى basic يحتاجه الناس من عمر 10 سنوات. وأي شخص يحتاجه حتى لو كان عمره 50 سنة، لأنه هذه في تعليم عن الفيرست ايد، الإسعافات الأولية. هنا or let me explain in English first. Thank you. And this is our site. You just visit the site. If you are, or if you want to attend the workshop, the basic level from any browser, from your mobile. Just click this website, then you go to the contact, you will find WhatsApp, or if you want direct from your WhatsApp, this is the number, then tell us your name, your age, it can be 10 years or above. And your education level. So suppose you want 10 years, he can join. And his education level is fourth grade, finish fourth grade. Or his age is whatever, and his grade whatever, above grade 4. So if anybody ages 20 and finish grade 9, he can join. Just say his name and his age. We'll reply to him on every Friday. We'll call him. So we need the name and the age. And the last education level, high school, not either to say grade 9 or grade 12 or grade 4 or grade 6. Finish elementary or high school or secondary. بالعربي to read. أن تلتحق معنا في الوركشوب، فقط ما عليك إلا من خلال جوالك تذهب إلى الموقع هذا، ثم في الواتساب تضغط على الواتساب، يشتغل عندك الواتساب، ترسل رسالة صوتية بالاسم والعمر وأيضا المستوى التعليمي، الشهادة التعليمية. يعني إذا كان لديك شهادة
ثانوي تقول لدي شهادة ثانوي أو متوسط أو ابتدائي أو سنة رابع بالنسبة لأعمارهم 10 سنوات أو 11 سنة، وإن شاء الله يكون ردنا عليك يوم الجمعة لمزيد من التفاصيل باشتراكك معنا في ورشة العمل. طبعا العدد محدود، كل أسبوعين عندنا تقديم، فالعدد محدود يمكن 50 كل أسبوعين، والهدف إنك تعدي البيسك وتعدي المستويات الأخرى. وهنا يستفيد الملتحق بأن يأخذ دور تدريب، يعني يصير مدرب عن بعد، ويصير عنده دخل الساعة من كل شخص $2، يعني مثلا كان الكورس أو الوركشوب عشرين ساعة اللي هو البيسك في 10 أسابيع كل أسبوع ساعتين، أو في 5 أسابيع 10 ساعات، فالالتحاق معاه $20 أو $10، ويكون له دخل. شكرا.